بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ ركزوا على الآية التي كررت، ما هيش حاجة سهلة، ما تلقاش أنه وعد من التكرار في القرآن الكل، فما تكرار. ولقد يسرنا القرآن الذكر ذكر، فما تكره موش بدل بالصفة هذه الصفة القوية. إذن يعني ناكر جميل، ربي يكون في شأنكم قتل الإنسان ما يقليل الأحياء الله ولو لم تراه. هل في عندك حجة اللي هو مش موجود، وعندك حجة اللي هو مش مطلع عليك؟ منين جاك العلم المقلوب هذا؟ الله يخلق ولا يعلم، كما قالوا عدة فلاسفة مقربع مخهم، قالك خلق وترك الخلق يسير كما يشاء. ولا بعض النصارى قالك خلق وخلى غيره ذات غير ذاته تعتني بخلقه، وبرعاد المتاهات والشطحات الفلسفية في المجال هذا بلا حساب. نسأل الله السلامة وحسن الحساب.